تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم بعد الأغنية الجميلة والأغاني الجميلة اللي اخترعها لنا دكتور المهندس ماجد. الاثنين هو مهندس ودكتور. ونيجي السادة المشاهدين والمستمعين لواحدة من أهم الحلقات في رأيي الشخصي المتواضع اللي عملتها من ساعة ما ابتديت تعال اشرب شاي. وده لأن الضيف بتاعي مش بس نجم في مجاله، هو واحد من أكبر النجوم في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي في هذا المجال، وهو مجال الإنتاج الفني. استاذ محسن جابر، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا برو. حضرتك المفروض يتقال لك مايسترو ودكتور وبروفيسور لان فن صناعه النجوم شبه يعني خلينا نقول نادر في مصر. هم 2-3 اللي بيعرفوا يعملوه، وحضرتك من اقدمهم، يعني ده لو مش اقدم حضرتك. هنبتدي من الاول خالص زي ما بنحب كده الناس المستمعين والمشاهدين يعيشوا معنا القصه من الاول خالص. انا عارف ان حضرتك من قريه جنب طنطا، قريبه من طنطا صح كده؟ لا من طنطا. من طنطا نفسها مش من خورست؟ ده الوالد. الوالد من خورست. اوكي. نبتدي القصه من الاول خالص. يعني انا من طنطا طبعا، خريج تجاره القاهره. ابتديت شغلي سنة 71. احنا نطينا حتة كبيرة. لا استنى، لا ما هو يعني حضرتك ما هو الفترة ما بين مولدي و 71 دي بقى اللي هي المدارس والثانوي. كنت في مدرسة ايه؟ نحب نعرف بس للمعلومة. كنت طبعا في الابتدائي كانت مدرسة اسمها الإصلاح الابتدائي او الابتدائية ده في طنطا. وبعدين سعد زغلول الإعدادية. ثم الأحمدية الثانوية. والوالد كان مدير عام في الضرايب. كان مدير عام ضرايب في الضرايب. وكان عندكم الاملاك بتاعتكم، ويعني احنا بس بنقرا المعلومات. بالظبط. كنت من ذوي الاملاك يعني زي ما بيقولوا. والله الحاج الحقيقه هو راجل عصام، يعني والده عنده كان اطيان وكده، بس اللي انا بعرفه لانه والدي هو كان الوحيد اللي اتعلم في اخواته، فتقريبا النسبه الكبيره من اللي كان سايبها والده سابها لاخواته اللي ما تعلموش، باعتبار ان هو اتعلم وخد المنصب. حظه احسن. بالظبط كده. بس هو بقى يعني كان زي ما بقول عصامي، وكان يعني بيفحت في الصخر. يعني مثلا هدي لك مثال عليه، لانه بعد ما طلع على المعاش المفروض كل اللي بيطلع على المعاش بيرتاح بقى. ده لما طلع على المعاش راح خد حته ارض صحراء في مديريه التحرير حوالي 100 فدان لوحده، وحب يعمرها. واحد بيعمر بعد 60 سنة 100 فدان. وانا كنت بشفق عليه لانه في السن ده كمان ما يقدرش يسافر، يعني علشان يطلع من طنطا يروح لمديريه التحرير فيها بتاع ساعة وربع تقريبا. فهو كان بيسافر، السواقين ما بيقدروش يصبروا صبره، يعني عايز يزوغ، عايز يغيب له يوم، ده كل يوم بيروح، فبالتالي بيضطر يسافر وهو سايق. وفي السن ده بقى ويرجع بالليل نص الليل وكده، الموضوع كان مؤلم بالنسبه لي. وعمر ال 100 فدان وعمر وسابهم متعمرين، مزروعين مانجا ومش عارف برتقان، وقسمهم بقى لاولاده في حياته، كل واحد 20 فدان 20 فدان 20 فدان. هما انتوا 5؟ احنا 6. طب ازاي بقى ده كده 120 فدان؟ ثلاثه بنات وثلاثه صبيان، ولا الذكر حظ الانثيين والام وبتاع. فعمل كده والحقيقه سابها مثمره في يعني اجمل نقطه تقدر تشوفها. يعني ممكن بعد كده لو اهملناها تنهار. فحاولنا ان احنا شويه ان احنا نصمد قدامها ونبتدي نتابعها. مشقه، فما بالك لان واحد كان لوحده من بعد 60، وهجر ناس، خد ناس بقى من طنطا علشان يخليهم يعيشوا ويقيموا في هذه المنطقه، والمنطقه عمرت وبنى فيلا فيها وبعدين توفى. فبقى يصعب علينا ان احنا نسيبها تنهار، يعني مجرد لانه انك تشوف المجهود ده انك انت تضيعه في انك تبيعها او انك تهملها او بتاع. فأحد الإخوة تولى هذه المسؤولية بجانب أعماله الأخرى.
ربنا يبارك لك. الله يخليك. طيب ونطينا على طول بقى على الجامعه، كليه التجاره. كليه التجاره ابتديت وانا في اولى تجاره. ما كانش في جامعات في طنطا. ليه اتجهت للقاهره؟ شوف، دايما كنا في الاقاليم، كان كل طموح الاهالي الاقاليم يقول لك اروح اسافر، اروح. حتى البنات يعني، حتى البنات ما كان يقول لك في طنطا. الحقيقه كان ساعتها معهد العالي التجاري، ما كانش لسه اتحول بقى كليه تجاره. اوكي. فبقى في فرق ان انت تدخل معهد عالي تجاري، هو نفس البكالوريوس. لا الاثنين بكالوريوس، اربع سنين بس معهد عالي تجاري وكليه تجاره. فبرستيج وايز يعني. فانا دخلت كليه تجاره القاهره، وبقيت في الفتره الاولانيه دي اسافر وارجع كل يوم، وابتدت المشوار من هي طنطا على بعد 3 ساعات من هنا؟ لا، ساعة. ساعة؟ ساعة من القاهرة؟ 90 كيلو. اوكي. فا يعني وبعدين الحقيقة وانا في الجامعة ظهر معايا فكرة غريبة الشكل. زمان في السن ده في 71، انا هدخل لك بقى ليه جت الحياة الفنية. وفي سنة 71 ما كانش فيه شريط كاسيت. شريط الكاسيت ظهر سنة 73، آخر 73. طيب 71 كان في اللي هو الرول ده اللي صح؟ لا، كانت الاسطوانة البلاك السودا. الاسطوانة صح. الاسطوانة البلاك السودا. البلاستيك السودا دي. فعلشان تسمع طبعا ما كانش فيه انك انت تسمع الاسطوانة في العربية. لازم تسمعها في البيت، وعلشان تلاقيها مش هتلاقيها في اكشاك او سوبر ماركت او زي ما انت بتشوف شريط كاسيت دلوقتي. كان لازم تروح عند محل مخصوص في كل بلد محافظة، واحد بس اللي كان بيبيعها. يعني مثلا في طنطا كان في شارع البورصة واحد اسمه رضا الشاطي. اما رحتش رضا الشاطي يبقى انت مش هتسمع، مش هتلاقيها في حتة تانية. لو في اسكندرية فهو البوريني في ميدان المنشية، وهكذا. طبعا انا جاي لك من البداية بقى. من هنا وهكذا. لو هذكر لك كل محافظات الجمهورية هتلاقي كده واحد بس. طب الواحد ده لو هو لسبب او اخر ما جابش الستوك من مصر يبقى انت مش هتسمع. فكان وقتها نازل اغنية فاتي بلان على فوق ظهر الحصان، هكذا. طبعا صوتي عشان الجمهور يعذرني، انا وانت جاي بس اوكي. طب عايز اجيبها، اروح له يقول لي بكره، اروح له يقول لي بكره، اروح له يقول لي بكره، وهكذا. فهنا طلعت فكره لانه طب انا ليه ما اروحش اجيب من مصر واوزع على حبايبنا وقرايبنا واصحابنا وبتاع، وهو بزنس الاسطوانات. احنا كان لسه في الاسطوانات بالظبط. اوكي. في الفتره دي كان يعني قريبي عاطف منتصر، لمامتي الكبير عاطف منتصر. اوكي. فرق بيني وبينه سنه في الدراسه، وهو في كليه التجاره برضو. كان دخل مشروع انتاج فني، وكان اخوه الاكبر احمد منتصر عامل شركة صوت الحب للأفلام السينمائية. كان عامل بنات عايزة لازم تتجوز نجلاء فتحي ومجموعة كده. ومن أصحابه مأمون الشناوي، وهنا مربط الفرس. مأمون الشناوي من خلال عاطف دفعه لأنه يعمل أغاني، فعمل أغنية الساحة دحنبو بتاعة أحمد عدوية. دي كسرت الدنيا على اسطوانة. دي كسرت الدنيا، دغدغت الداني. طيب مين اللي وزعها بقى؟ من هنا جت بداية العبد لله، ان انا خدت الاسطوانة دي وبقيت اوزعها في طنطا، في المنصورة، في كفر الشيخ، في المحافظات. وكان مين البي انا اسف مين اللي بيصنعها؟ شوف انا مش عارف السيستم كان شغال ازاي. شوف الاسطوانات برضو دي، هنرجع لحتة قرصنة. الاسطوانات كانت حامية نفسها. اي واحد بيروح ينتج شريط او اغنية بينتجها على شريط البكر، وبعدين بياخد الشريط البكر يروح مصنع الاسطوانات الوحيد في المنطقة العربية في اسكندرية. وده كان لما هنتكلم على هيستوري الموسيقى بقى، وده كان اللي انشأه المرحوم محمد فوزي. وتم تأميمه فيما بعد سنة 59 واصبح مصنع صوت القاهرة. كنت علشان تصنع الاسطوانة لازم تاخد الشريط وتوديه اسكندرية، وتاخد الاسطوانات من اسكندرية توزع. دي كانت مهمتي في البداية من نجاح اغنية الساحة دحنبو.
بعد صحة نحن بو وجي الأغنية اللي بعديها سلامتها أم حسن ثم 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 وابتدت الموضوع يوسع. يعني بداية حضرتك كانت توزيع اسطوانات وكانت بينتجها وكانت قريبك. الشركة فعلا عالم الفن كانت في الأساس لحد مدة يمكن حوالي 6 سنين من 71 إلى 77 78 هي شركة متخصصة في التوزيع، بس ما اقتصرتش التوزيع بقى في الجزئية دي. لما الموضوع كبر انشأت فرع كبير جدا في وسط الدلتا في طنطا، مركزه طنطا وما زال موجود لحد دلوقتي. المركز ده ما قلتش فيه انه يبقى زي المحلات التانية انه رضا الشاتي يوزع لطنطا، لا، المركز ده عشان يوزع الكل شمال الدلتا. ده دي بداية عالم الفن، دي البداية عالم الفن، عالم الفن بداية عالم الفن للتوزيع. جبت بقى عربيات السوزوكيهات الصغيرة بتاعت زمان دي، وبقى لكل عربية خط سير تطلع مثلا من طنطا تدخل ميت غمرة على الزقازيق على الإسماعيلية وبعدين يروح يبيت في وده برضو اسطوانات ولا كانت خلاص بتاعت لا تطلع. كانت الفترة السنتين الأولانيين 73 دخل الاسطوانات، دخل شريط الكاسيت. شريط الكاسيت ده بقى هو ده الباور اللي أنا اشتغلت عليه. ليه؟ هنا كانت الفكرة اللي أنا عملته في الأول ده كان شيء عادي، ما عدا فرق واحد، إلا أنه زي ما بقول المحل مختص بمحافظته، لا، أنا كنت المعرض بتاعي جزء بيوزع. منه جزء منه للمحافظة، والجزء الأكبر بتاعه أنه يوزع لكل المحافظات، يعني توزيع الجملة. أما نزل شريط الكاسيت فكرة التوزيع اختلفت، لأنه زي ما بقول لأن الأسطوانة كان محل واحد في كل بلد، لا، أنا قلت ليه في كل بلد محل واحد، ده في كل كشك، ده في كل حارة، ده في كل شارع، ده في كل سوبر ماركت، ده في كل بدان في جهاز ريكوردر، لانه بدان شريط كاسيت فنزلش جهاز الريكوردر وده كان تعليمات للمندوبين بتوعي، فين تشوف شريط كاسيت جهاز ريكوردر ادخل على المحل واعمل له برزنتيشن ليه ما تبيعش الجهاز وفوقيه للزبون 5 شرايط هدية وحملها على الجهاز. دي البداية، انك مش هتشتري الشريط بجنيه ولا باتنين جنيه او بتاع، لا، الجهاز بكام؟ 60 جنيه، خليهم ب66 جنيه الجهاز، ولك هدية 5 شرايط، ال5 شرايط دول انا قبضتهم كده بالطريقة دي، قبضتها. كسرت الدنيا. والحقيقة كمان لانه الموسيقى بالذات من الحاجة اللي لازم تفهمها في التوزيع، ان الموسيقى ما تروح لهاش، هي اللي تجيلك، يعني مش من الحاجات اللي انت تتحمل مشقة عشان تروح تدور علشان جزمة فتدور لا، هي لو جات لك فانت هتشتريها. بس ده حضرتك اللي عملت كده طبعا، قبل كده كانت مختلفة. ننتقل الى فاصل ونرجع تاني نكمل. اوكي. الحقبة الجديدة اللي ابتدت معاك ان الشرايط بقت في كل مكان، واللي اتحولت بعد كده ضدك في قرصنة، الناس بقت تقرصن على الشارع. صح. تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا للقطب الكبير في الانتاج، ودي حقيقة مش مسح جوخ في الانتاج الفني. دخلت الشرايط الاول، المعلومة قبل ما نكمل، مين اول واحد صنع الشريط في مصر ولا كان بيجي من بره؟ شوف، اللي صنع الشريط اول ده صنعت الشريط في مصر القرصنة، لانه لما دخل الشريط لمصر شركات الانتاج للاسف ما عرفتش تتعامل مع كل شركات الانتاج بما فيها حضرتك. لا، انا كنتش لسه دخلت. اوكي. انا كنت لسه شركة توزيع. توزيع بالذات. وانتقلت من ان انا اكون شركة توزيع متخصصة لشركة قريبي، الى ان انا اخد، لان الموضوع كبر بيتوزع كل شركات المنطقه العربيه بما فيهم صوت القاهره اللي هي القطاع العام. بس كنت بتوزع في مصر. بوزع في مصر، خد بالك مصر دي 90 مليون وقتها، يعني طول عمرها هي السنتر بتاعتها. بس فتحت لهم اسواق، يعني حتى صوت القاهره اللي لها حاجه بتاع 14 فرع في اسكندريه و100 غمر ومش عارف ايه، كانوا بيلجأوا لك توزع. بيلجأوا لي لانه في مناطق ما يقدرش يوصل لها. فين فرع كفر الشيخ؟ فين فرع الزقازيق؟ فين فرع؟ وانت مش عامل فروع، انت عامل خط سير. انا مش عامل، انا عامل وكلاء وعامل خط سير. وعايز اقول لك كان عندي خريطه في ظهر المكتب كده
فاكرها؟ طبعا انا شفتها. طبعا انا شفتها الخريطه دي في مش مكتبي، في مكتب التوزيع كان محطوط على الخريطه كل بايع حتى لو كان حاطط فرشه واسمه وداتابيز كامله، يعني داتابيز اسمه وتليفونه ومش عارف ايه واقرب ايه ومين لو هو مش موجود مين اللي بداله وهكذا. ليه؟ لان كان في مونيتورين كمان على المندوبين، هو عدى ولا ما عداش. طب استنى، يبقى احنا كده احنا بس عايز ارجع لتصنيع الكاسيت. تصنيع الكاسيت بقى دخل الكاسيت لمصر والشركات لسه ما اتعملتش معاه، فاللي جايين من بره بيربط الاجهزه مع بعض ويوصلها ويحط شريط في الاول ماستر او يعني وينسخ الباقي ويبيع. قعدت فتره الشركات متدربكه ازاي تتعامل. طب هو كان متمسك بالاسطوانه، هو متمسك بالاسطوانه وبيعيط جنب الاسطوانه انها ما بتتباعش. وفي شركات انا بدون ذكر اسمهم خرجوا من السوق، باعوا كتالوجاتهم وخرجوا من السوق. هل تعلم مثلا ان شركه صوت الفن لحد اخر لحظه، صوت الفن عبد الحليم عبد الوهاب لحد اخر لحظه ما جابتش مصنع كاسيت. يا لهوي، ما جابتش مصنع كاسيت. مع ان دول بالذات لو كانوا لا كانوا محترفين. قال لك صناعه الشريط نفسه الخام مش شغلتي، انا صناعتي الاغنيه. الاغنيه بقى تروح تطبع على اسطوانه، تطبع على نسخ للشريط، ده مصنع لوحده، مهندس قاعد يعمل البلاستيك والبتاع. انما صناعه الفن الاغنيه نفسها الماستر ده احنا صوت الفن. فنشوف مصنع بقى ينشا للكاسيت نديله يطبع لنا، وفضلوا على النهج ده لحد الاخر. شركات ابتدت تانية ابتدت تجيب ماكينات وابتدت تعمل قسم خاص لنفسها انها تنتج وتطبع وتوزع. دي الفترة اللي كان مازال الانتاج فيها على اسطوانة، بس القراصنة هم اللي عملوا الشرايط وهم المستأسدين في السوق. لحد ما ودي يعني بحكي لك قصة واقعية، لحد ما ابتدت شركات الانتاج الضخمة تنهار. يعني شركة زي بتاعت عبد الوهاب ابتدت مبيعاتها تنهار، مفيش بينزل شريط جديد، القراصنة هم بيعيشوا وبيكسبوا وبينبسطوا وهو ما باعش. فالتجأ الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى الرئيس محمد أنور السادات وحكى له المشكلة، والمشكلة دي لها باك جراوند يعني أنا برضو كان ليا دخل فيها هحكولك. وأصدر فورا قرار بإنشاء شرط المصنفات الفنية. أنا لما اشتكيت للأستاذ محمد عبد الوهاب فبقول له انا لما بروح بعمل محضر، انا ماسك المنطقه الجمهوريه، ما بعمل محضر علشان سرقه شريط كاسيت بتبقى واقف في النبطشيه بتاعت الاسم، وكان بالذات مثلا اسم اول طنطا، فبتبقى واقف في النبطشيه جنبك بتاع الاداب وجنبك بتاع المخدرات وجنبك بتاع حتى للقتل مش اللي بيحقق، انا بتكلم على المتهمين يعني. وانا في وسطيهم جاي علشان اتهم شريط كاسيت. فالظابط لما بيعدي كمان يعني بيبص لي فرفور لا بيبص لي يعني انا سايب الجرائم القتل والبتاع عشان اجي احمي لك شريط كاسيت، يعني واخد بالك؟ وعنده حق. مش عنده حق قوي ليه؟ هو كظابط عنده حق، يعني عنده حاجات مصايب. ولو يعرف وقتها، لان شريط الكاسيت ده اللي بيتسرق وراه كام مليون نسمه بيوتهم هتخربوا. ده حقيقي، يعني مش بس المؤلفين، مش بس الملحنين، مش بس مهندسين الاستوديو، مش بس المطربين، مش بس الصناعات المتفرعة منها زي مطابع الورق وأغلفة الكاسيت، زي شريط الكاسيت البلاستيك وصناعته، زي الصحافة الفنية. النهارده الصحافة الفنية ما بتيجي تتكلم على ايه؟ تتكلم فلان طلق، فلان متجوز، ما بتكلمش على شريط نجح وأغنية تفاصيلها ايه؟ لانه لما حصل الانهيار والكساد معظم الصحافه الفنيه كان في كام الف مجله بتكتب في الفن، النهارده مش هتلاقيهم. فعملوا ايه بقى؟ خلوها بره الاسم. لا، انشئت شرطه متخصصه خاصه اسمها شرطه المصنفات الفنيه، وكان مركزها لاول مره في شارع سليمان باشا جنب سينما ما قدام اكسليسيور، قدام في شارع سليمان باشا مع تقاطعه مع عدلي. ما اعرفش اسمها ايه. يعني بالظبط كده. بيتهيألي ما زال المركز بتاعها. لا اعتقد اتنقلت مكان.
وابتدت الشرطة دي تفتح فروع في المحافظات. هنا بقى الازدهار طبعا شدت الغربال دي، ونزلوا الضباط بقى يلموا الحاجات اللي في السوق والشرايط اللي في السوق. عايز ادي لك يعني ارقام كده تشوف الفرق. العيلة كانت بتشتري اسطوانة واحدة علشان عندها الجراموفون واحد في البيت، ما يهموش ما عندوش عربية فيها اسطوانة، عمره ما في عربية. عمره ما كان فيها بقى. الشريط الكاسيت كان مختلف، ان ممكن تسيب شريط في البيت، ممكن انت تشتري شريط واختك تشتري شريط، وانت جات لك في العربية، وواحد عايز تسيبه في البيت، وواحد عايز تسيبه في اسكندرية، وهكذا. فالاسرة الواحدة بدل ما كانت بتشتري اسطوانة بقت تشتري خمسة. فديني عقلك بقى حجم المبيعات في التطور الكاسيت، ايراداته واستثماراته بقت شكلها ايه. بس تتزبط بضوابط، جات الايرادات مرعبة. الايرادات دي ساعدت بشكل كبير جدا في التأثير على الازدهار الفني. في من 73 بقى 74 تقريبا بعد ما انشأت الشرطة المصنفات، لحد امشي بقى كده لحد 95 99، لحد ما ظهور الانترنت، كل دي ازدهار فني. حتى مع ظهور السي دي، السي دي مكمل، ما اثرش على بيانكاست. لا مكمل مكمل. انت بتقيس الكواليتي بتاعته كانت اعلى. انت بتقيس أحلى. لا انت بتقيس القرصنه. يعني في ال 72 73 لما ظهور الشريط الكاسيت ارتفعت القرصنه الى 90%. 90% من المبيعات، من المبيعات. فبقت الشركات بتشتغل في من 5 ل 10%. تعالى بقى عكسيا، لما ظهرت شرطة المصنفات نزل التزوير الى 5%، ونزل اوريجينال واتيفر بقى شكل الاوريجينال بقى اسطوانه كاسيت مش عارف ايه، وطلع الاوريجينال الى 95%. هنا بقى ايرادات مرعبه. وبالتالي بقى هتلاقي حتى بمقاييس الوقت ده، حتى بمقاييس الوقت ده اللي هو الوقت كله، يعني كل الاسعار والحاجات دي كانت في الحنين. في الحنين. بس ارقام صح. بتنزل شريط تعمل لك نص مليون شريط في اول يوم. نص مليون في اول يوم؟ في اول يوم. وكان الشريط بيتباع بخمسة جنيه مثلا؟ لا، ساعتها كان الشريط للمستهلك باتنين جنيه. انا بقول لك تاريخ بقى يعني. حضرتوش. كان الشريط باتنين جنيه وبيتباع جملة بمية وستين، يعني المحل ياخده بمية وستين يبيعه للمستهلك باتنين جنيه. فده كان الفترة طبعا الذهبية. ضيف اليها بقى اللي انا عملت انتشار ده الشريط كاسيت، ساعدني بقى لانه هقول لك مثال كده، لانك لما تمشي من الطريق الزراعي من اول مصر لحد اسكندريه، انا اخترعت حاجتين في وقتها، يعني طبقا للمبدا اللي انا بقول لك ان الشريط يروح لك مش انت اللي تجيله. حطيت يفط على كل الطريق الزراعي، يمكن سنك ما يسمح لكش يا مراد. حضرت اواخر الطريق الزراعي لما كنا بنروح اسكندريه، في كل الطريق الزراعي على كل الصحراوي. على كل بلد هتلاقي ابتسم انت فيه، ابتسم انت في بنها، ابتسم انت في اويسنا، ابتسم انت في طنطا، ابتسم انت في كفر الزيات. ده كان انا اختراعك. ومعاها كشك اسمه كشك الموسيقى، كنت عامل 100 كشك. فين اي كازينو على الطريق، اول ما هتدخل بالعربية في البارك هتلاقي فيه كشك بيبيع الشرايط وعليه سماعات وبيزيع. فمانتش محتاج تدخل البلد حتى عشان تروح تشتري اللي انت عايزه. العربية طول ما هي ماشيه على السكة، حتى لو زي من الشريط بيروح يشتري الحاجة التانية، وهكذا. فكانت ايراداتها يعني حاجة رائعة يعني. وكانت ترمومتر، كانت ترمومتر ايه اللي بيتباع وايه اللي ما بيتباعش. ده بيديلك انديكيشن لان شريط الكاسيت سهل لنا وسيلة السيلز، وسيلة التسويق، وسيلة التوزيع، وسيلة ال بس هو برضو سهل وسيلة القرصنة. وده اللي بقوله لك في اول وانا بفصل. لا سيبك من الشرطة، لان هو الشرطة دخلت على اللي بيبيعه. انما انا هجيب شريط وهقوم نسخه لاخويا، ونسخه لصاحبي، ونسخه لابن عمي، ونسخه، وده اللي كان بيحصل. شوف النسبة دي، حتى القانون بيقول لك نسخة واحدة للاستعمال الشخصي مش مجرمة. النسبة دي تندرج تحت 5%. ما اكلتش. لا ما اكلتش. لا من 95. لا لا لا. أوكي. انت بتكلم على شريط مثلا بتنزله لعمرو دياب فيرست اوردر او فيرست داي، اول يوم تنزل بيه بتعمل لك 500 الف شريط.
لما يتزور لك 10,000 شريط او بتاع مش قضيه، بالعكس يعني مش تطور بعد كده القرصنه الى انه يبقى تيبيكال، تقدرش تفرق المزور من شريط، حتى الكفر حتى كل حاجه. ابتدت وزاره الداخليه وقتها انها تدي دورات تدريبيه للضباط عشان يقدر يفرق ما بين الشريط المزور وما بين الشريط. طب يعني كان في اهتمام من الدوله؟ طبعا طبعا طبعا، ما انا بقول لك الفتره دي كانت فتره طبعا كان فيها عبد الوهاب، تنساش ان عبد الوهاب عنده شركه انتاج من المهم جدا انها تفضل قائمه وتفضل مستمره وتفضل تنتج، وعشان تفضل تنتج لازم يحافظ على ايراداتها ويبقى فيها ايرادات، فبالتالي المشوار بتاع عبد الوهاب ده خدم كل الشركات اللي موجوده في السوق وخدم الصناعه بصفه عامه. ده الجزئيه الخاصه بال اوكي بالتطور بتاع الكاس على سيره يعني. بس مش يعني هنقول السؤال وبعدين نتكلم بعد الفاصل على سيره شركه محمد عبد الوهاب وعبد الحليم. صح، ما كانوا الاثنين مع بعض اللي هي شركه صوت الفن. دايما بتلخبط ما بين صوت فن وعالم الفن. منين جت فكره بعد ما هو خدم سوق الكاسيت زي ما حضرتك بتقول كده، خدم كل المنتجين اللي عاملين فيه، منين جت فكره ان حضرتك تشتري هذا الصرح؟ طبعا هي نظره مستقبليه فظيعه ان انت هتفضل العمر كله تعمل فلوس من الشركه دي، من الشركه دي او من المنتج بتاع الشركه دي. صح. تعال ننتقل الى فاصل ونرجع ده حضرتك طلع مش قطب في الانتاج، ده مخ يعني مخ يعني. طيب ننتقل الى فاصل ونرجع تاني ونتكلم على منين جت فكره ان اللي ابتدى توزيع وصل انه اشترى شركه عبد الوهاب وعبد الحليم. تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم تاني ومشوار القطب الاكبر او احد اكبر منتجين الفن في مصر والوطن العربي والشرق الاوسط. وازاي طالب الجامعه اللي ابتدى يوزع للشركات القائمه وصل انه اشترى احد اهم شركات الانتاج في مصر وهي شركة صوت الفن اللي كان يملكها عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب. خلينا مراد ناخد يعني نبذة كده ما بين دي ودي. لانه في سنة 77-78 كان خلاص بقى انا يعني انشأت موضوع النتورك في التوزيع، بقت الشركة مستقرة والستاف اللي فيها فاهمين شغلهم، فابتديت تطور الشركة انها تدخل في مجال الانتاج. ومن هنا جت الاكسبيرينس بقى في الانتاج، يعني من سنة 77 انتجت بقى اكتشاف ميادة الحناوي، شريط عفاف راضي الاطفال، ده كانت البدايات، كسر الدنيا، سوسة سوسة كف عروسة، الحاج محمد الكحلاوي حب الرسول يا بدا وابني دوب، وده كان فتحة خير عليا. فتحة خير عليا لان دي لها قصة لذيذة مع الوالد، لان الوالد كان معترض دخولي في الفن، فرحت ان تقتله وبعدين ده. وهو متدين جدا وكده، فلما لقى ان انا بقى صديقي وفي منزلة الوالد يعني الحاج محمد الكحلاوي، وهو بيحب الحاج محمد الكحلاوي بس ما يعرفوش وانا بقول بذكاء وتفر، قلت له يا حاج نفسي ان انت تعمل العقد بيني وبين الحاج محمد الكحلاوي. فهنا بدايه يعني تعرف اللي بيصارع نفسه ما بين عقله وما بين قلبه، لانه كان خايف عليا يعني، عارف ان انا داخل وسط فني، وهو احنا انت عارف المحافظات دي لما تسمع عن الوسط الفني تقول لك ابني مفقود. لما طلبته في انه يعمل عقد الحاج محمد الكحلاوي، الحقيقه كان سعيد جدا، كان سعيد لانه في رباط روحاني بينه وبين الحاج محمد الكحلاوي مش انا. لا واكيد قالك طيب ماشي يعني هو قريب من الفن، لا دي كانت بس الخطوة. ممكن ينتج برضو دي كانت الخطوه لما جه وقعد وعمل العقد بخط ايده وحصل كونكشن بينه وبين الحاج، سهل لي بقى الدنيا، بقت بسيطه شويه. وبعدين نزل حب الرسول يابا وكسر الدنيا، فبقى اسعد. فلما عملت عفاف راضي سوسه سوسه وخدت شهاده من السيده جيهان السادات، شهاده تقديريه، بقى ابتدى يشاور يقول ده ابني، خد بالك. الاول ما كانش الحقيقه، كان ما عرفوش
وهكذا لحد ما عملت فيما بعد مع مياد الحناوي أغنية لتشرين آيات تشرين في سوريا، وخدت جايزة من الرئيس حافظ الأسد. فابتدى بقى يقول ابني اللي عمل وخلى وسوى وبتاع وهكذا. فيعني دي كانت خطوة من الخطوات الكويسة. ابتدت بقى السبحة أو التكر في الإنتاج. فعملت مياد الحناوي بقى نعمة النسيان والحب اللي كان واسمع عتابي ومشوار مياد كله. أيام لما طلعت مياد الحناوي، طبعا انا قريت الكلام ده بعدين بكتير يعني، من لما وانا بعمل كده ريسيرش يعني، انا عارف انا هستضيف مين. ف كان بيتقال ان مياد الحناوي طلعت عشان تضرب حد تاني بدون ذكر اسماء. هل كان في نيتك فعلا؟ خلاص عدى الزمن، وهل كان في نيتك فعلا؟ لا، شوف، كانت الاقاويل من مياده بالذات ممكن نعمل لها حلقات كتيره، لان الاشاعات في مياده متشعبه. مياده مع محمد عبد الوهاب، مياده مع حزب البعث، مياده مع محسن جابر، مياده مع منعها من مصر، مياده. فقصص مياده كتيره. طب اشمعنى مياده اللي طلع على القصه دي؟ مياده دخلت الوسط الفني زي الصاروخ وبدون استئذان ومن بره، يعني زي ما تقول بس الوسط الفني كان مليان. انا اسف، الجيل اللي قبلها كان مليان ورده جزائريه. هو ده كان المشكله، انها تستحوذ على محمد عبد الوهاب ويبتدي يلحن لها في يوم وليله اللي فيما بعد غنتها سيده الفنانه الكبيره ورده. دي ايه ده؟ هي كانت متلحنه لمياده؟ طب وازاي وصلت لورده؟ لما حصل بقى قرار حظر وترحيل لمياده الحناوي. اي صوره و شفت انا بقى كنت رفيع. كنت رفيع زي انا. تخنت على كبر بس. هو حضرتك كده تخنت؟ ده على كده انا هفرقع دلوقتي خلاص. فمياده قصصها كتيره ومتشعبه، ونجاحها نجاح من نوع غريب جدا. واحده بننتج لها خارج الحدود وبتسجل فئاتينا، وبيسافروا كل الملحنين والمؤلفين، بسفرهم اليونان نسجل هناك، وبعدين اجيب الشريط عشان ينزل في مصر وهي مش موجوده، ولم تقيم حفله واحده عشان تنجح الاعمال بتاعتها وتفرقع الاغاني بتاعتها ده طبعا الصوره دي بعد فك الحظر. هي ما جت مصر. ايام ما جت مصر مع الاستاذ احمد فؤاد حسن. بس انا اسف يعني، نرجع تاني لموضوع الحظر. طول عمر الفن في مصر مليء بالغير مصريين، يعني حتى لما نتكلم على الجيل اللي قبل كده، جيل عبد الوهاب، ما كان في فريد الأطرش، وكان في اسمهان، وبعد كده كان في ورده. مش انها سوريه او كده. يعني لو فتحنا الموضوع مش هيخلص الحلقه. لو فتحنا الموضوع لا، انا عايز يعني ولو نبذه. هي ليه فيها فيها, فيها فيها قصص من غراميه اسبقوا عليها السياسيه. اوكي. علشان يحلوا الحدوته دي قال لك ما تجيش مصر. ما تجيش مصر. اوكي. اللي هو اسهل بالظبط كده. حتى يعني انا لما كنت اروح ازورها. طبعا الساده المستمعين والمشاهدين دلوقتي هيموتوا ويعرفوا التفاصيل، بتحب مين وعلى ابوها سياسه ازاي يعني. لان انا لما كنت انا نفسي هموت واعرف. لما كنت بروح سوريا عشان اديها الشريط اللي هتحفظه او اللحن اللي هتغنيه او وات ايفر، وارجع انا كنت بياخدوني امن الدوله. ورحت ليه وفين وشفت مين وقابلت مين، ودي فنانة كبيرة اكيد في عادتها في ناس، ما الناس دول مواصفاتهم ايه وعلاقاتهم ايه وسياساتهم ايه وبتاع، وانا ماليش دور. خد بالك، انا في الفن من اول ما ابتديت لحد النهاردة حتة السياسة دي شايفها، اخدها اقول رأيي فيها، انما ما دخلتش فيها يعني، ماليش اضلاع فيها. وعلى الجانب الاخر ميادة، يعني ميادة انا يعني اعتبر لان مشوارها ده كله مكشوف بالنسبه لي على الاطلاق، بس الاشاعه اللي ركبوها عليها علشان يحطوا لها الحظر طبعا تعبتها وتعبتني. فكان كل تسجيلات مياده بتتم في اليونان. اخد انا شد انتباهي حاجه تانية خالص، اسف على اعطى كلام حضرتك. انت بالانجليزي كده دونت جيف اب، انت يعني حظر ومياده ماشي، بس انا هفضل اشتغل مع مياده. انت ما بتسلمش. لا، ما سلمتش. وعايز اقول لك انا الوحيد اللي رفعت قضيه على الداخليه. مش بس ما سلمتش، انا رفعت قضيه على الداخليه اقول لهم قولوا لي سبب منعها ايه. انا راجل مصري وراجل وطني، لو فعلا الحظر ده حظر سياسي له جذور، انا اول واحد اقطعها.
فكان الرد في المحكمة لأنه طبقا لقانون الطوارئ، لأن مصر كانت ماشية بقانون الطوارئ، من حق وزير الداخلية إلى أنه يمنع بدون ذكر إذا ترأى له، إذا ترأى بدون ذكر أسباب. آه. حبيبي، وإذا ترأى يعني مش لازم أتأكد، إذا ترأى له وبدون ذكر أسباب. فبالتالي خسرت القضية، ما اعتبرش خسرتها، ما قالوليش أسباب، فاستمريت في التعامل معاه. وبالتالي كمان عايز أقول لك كل عمالقة مصر راحوا سجل، صنباطي سجل لها، أشواق، مليك حمدي، سيريال لحد أنا بعشقك، وسيدي أنا، الهجر ده طول عليا، وإلخ إلخ إلخ، محمد سلطان، سيد مكاوي، عمار الشريعي. سيد مكاوي سافر لها برضه؟ أمال إيه؟ سافر لها. كانوا بيقولوا في الأوديل الخواجة الشيخ سيد مكاوي على التليفون. الخواجة الشيخ سيد مكاوي. الأوبريتور هو ما عرفش يطلب الكونكشن، يعني عايز يتكلمني، فطلب الأوبريتور ضرب الزيرو. فقال لها مستر جابر، فهي دخلت على الخط قالت لي الخواجه الشيخ سيد بقى. انا طبعا مت على الضحك، وطبعا لما قلت له فطس. فكان دي سفريه واحده، دي احد السفريات، كان فيها سيد مكاوي، كان فيها بليغ حمدي، كان فيها عمار الشريعي، كان فيها محمد سلطان، كان فيها الاستاذ حلمي بكر ربنا يديله الصحه وطول العمر، كان فيها محمد الموجي. كل دول، كل دول سفريه واحده، كل دول طبعا مع طقم الـ 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 طقم الهندسي، يعني المهندس زكريا عامر كبير مهندسي الاذاعه المصريه، فؤاد برهام المصورين، فتحي عبد الستار، طبعا انت كنت في التلفزيون المصري طبعا، فتحي عبد الستار هنتكلم على اقدام التلفزيون المصري، كل دول كانوا في السفريه الواحده، يعني في السفريه، كل ده على حسابك، جروب، جروب عمل، خطه عمل، طالعين، نسجل، بنسجل الالحان دي، بنرجع بقى، برجع بالذخيره دي. دي قصة احد القصص في المشوار. فما بالك بقى بقصة، عشان نختصر، بقصة فايزة احمد، بقصة مشواري مع وردة الجزائرية بتونس بيك وحرمت احبك وجرب نار الغيرة، مشواري مع عمرو دياب بقى في نور العين وتملي معاك وقمرين وانت ماشي، مشواري مع مصطفى قمر منايا وهكذا، مشواري مع هشام عباس، مشواري، المشاوير دي كلها في الاخر لازم تبقى اداتك حجم من الخبرة، ومش بس في اكتشاف الأصوات، في إدارتها، في ازاي تتعامل مع النجوم. النجوم لهم طريقة معينة في التعامل، صح. مش اي حد يتعامل معهم، انا عارف، مش اي حد يقدر، بالعكس ده بينفسنوا عليهم، مش لك أي... عايش في دور النجم، طب هو نجم يعني... لا لهم معاملة، ده ممكن يكون طفل، أنا ممكن يكون طفل بس له معاملة. يعني مثلا واحدة زي وردة، أنا فاكر مرة من المرات في أحد الاستوديوهات مهندس شاب، وهي قالت حاجة، يعني وهي بتغني قالت حاجة، فعمل ستوب، أنا قاعد. أنت كنت بتحضر كمان التسجيل؟ لازم. آه. لازم. فهي قالت في إيه؟ أنا قلت المصيبة، أنا عارف إن في مصيبة هتحصل، إنه خطأ، إلا إنه واحد يوقف فنانة بحجم وردة حتى لو أخطأت، لها طريقة تقول لها على إزاي الخطأ، سيبها لحد ما هي تقف، بعدين هاتها بقى تاني، قول لها ما تيجي نسمع الحتة الفلانية اللي عدت، وإنت بتسمعها هتبقى هي عارفة بأدب إن إنت بتشاور لها على الحتة اللي هي أخطأت فيها. إنما ده قفل. فاكر اسمه؟ فاكر اسمه؟ عشان بدون ذكر اسمه. حاليا هو اسم من الناس المشهوره بس اقدر اقول لك انه كان في استوديو الاخ العزيز هاني مهنا. اوكي. لانه احد الاشخاص اللي حاولوا يهدوا ورده في اللحظه دي. اوكي. وقف. توقفوا دي؟ فقال لها علشان انت نشستي. يا نهار اسود. خبر اسود، والميكروفون طار. والسماعة اللي على ودنها، و بقت في العربية تجري وراها بقى، خلاص نزل هاني مهنا من فوق يلحقها يعملها، الست بتتنفض، من تكون يعني. حتى لو اخطأت، انا عايز اقول لك حاجة على الجانب الاخر، لازم يكون في ذكاء، عايز اقول لك حاجة على الجانب الاخر، وده علام ليا يعني. انا قاعد في عزيزة جلال، كانت بتغني مستنياك، وبليغ حمدي، واحنا قاعدين في استوديو في 46، ف
هي وهي بتغني مستنيك كده، فعملت حتة كده خست فيها. فأنت شايف بليغ حمدي حاطت إيده، ده طريقته، حاطت إيده على رأسه كده وبيخبي رأسه دايما، ويبقى حاطت رأسه في المكتب. فأنا قلت ده نايم، فقمت مشاور كده للمهندس قلت له وقف. أنا كنت في بدايتي يعني، دي في الثمانينات، في أول الثمانينات، فقلت له وقف. فهو الراجل وقف. عزيزة جلال صغيرة، ما نقدرش نقول قصة وردة تركب عليها. فلقيت بليغ مش نايم، ده مش نايم، ده كان اتسلطن وصار ثورة مرعبة في المهندس. توقفتها ليه؟ فقام قال له ده محسن اللي شاور لي. فبص لي طبعا، انت عارف الثورة اللي مع المهندس غير المنتج بتقل كتير معايا. فبص لي قال لي ليه وقفتها؟ قلت له يا استاذ بليغ انت ما انتش سامع لها، مش قال لي يا محسن حرام عليك تطلعها من السلطنه عشان حته الخسسان ده. الخسسان ده ما حدش هيحس بيه، انما هيحسوا بالمود اللي مش هتعرف تجيبه تاني. وكان وعنده حق، ان احنا رجعناها تاني وتغني تاني، بقت بتغني كما قال الكتاب زي بالسلطنه، زي ما بتقول ام كلثوم بتغني شرعي، زي ما بتقول كده شرعي بتغني كتاب، كما قال الكتاب، انما انك مش سلطنه. كنسلنا اليوم وقعدنا في يوم تاني وحضرنا السلطنة تاني وغنت من أحلى ما يمكن. وهنضطر نروح لفاصل يلا تاني بينا. ونرجع تاني. أنا طبعا مش قادر أوقفك لأن أنت بتقول قصص ليها تاريخ ونجوم أسامي ناس كلها عارفاها، فأنا عايز أسمع الكلام ده. بس أنا في نفس الوقت لازم أرجع برضو لفكرة جت منين فكرة أنك تشتري صوت الفتح. هننتقل للفاصل ونرجع يلا. تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طبعا عايز اقول لكم ان انتوا اللي بتسمعوه وبتتفرجوا عليه معانا ما جيش ربع اللي بيتقال لما بنطلع بره بعيد عن الهواء. قصص فظيعه وتاريخ ونجوم بعرف عنهم اسرار، نجوم كبيره قوي يا جماعه. يعني واحد فظيع بسمع عن لقم شنيع. لا انا مبسوط جدا، يا ريت الحلقه تمتد 3 4 ساعات، مش عشان الهوا، عشان الفواصل، عشان اخد المعلومات دي كلها. طيب رجعنا تاني، جت منين فكره ان انت انعرك تشتري هذا الكيان اللي كان في يوم من الايام ضخم بالتراث بتاع عبد الحليم وعبد الوهاب؟ شوف انا تعمدت ان انا احكي لك الجزء اللي قبليه ده علشان اوصلك للنقطه دي. النقطه دي مش هتحس بحلاوه ان انت بتشتري شركه بالقيمه دي الا اذا كنت جواها، الا اذا كنت عاشرت الانتاج، الا اذا كنت حسيت بمدى تفاصيل حلاوه الانتاج. يعني انا عرض عليا قبل ما اشتري صوت الفن ان انا ابيع شركتي، ما يعرفش بدون برضو ما ندخل في التفاصيل عشان الحلقة. ده الكلام ده سنة كام؟ سنة 2001 2000 كده. ده غير العرض بتاع روتانا والموضوع بتاع روتانا؟ هو تقريبا هو ده. هو طب ده. اوكي هنتكلم فيها. فلو تعرف وعرض ما عرض، يعني عرض ارقام، لو يعرف لانه اللي بيشتري ده العبد لله، لما اسمع اغنية جيالي من يعني، وانت بتذيع حاجات كده من الحاجات القديمة، ما تقدرش تقدر مدى سعادتي من جوه. لان حضرتك طبختها وحضرت بجيب ذكرياتها. حضرتك بتتكلم دلوقتي وعينيك بتدمع. يعني واخد بالك، يعني وانا بحكي لك ميادة والفرقة دي وبتاع، ونصهم يعني توفاهم الله، وانا بستعيد الذكريات دي، وحلمي بكر شايل الطبق من على الاوبن بوفيه علشان يحط سيد مكاوي، تفاصيل مش هتقدر تحسها وملهاش تمن. يعني انا مثلا في مره في لبنان كنت في احد البرامج، بعدين بنت صغيره كده جريت ورايا، وكان معايا الاستاذ الكبير المخرج سيمون اسمر، قالت لي انكل محسن. فانا قلت ايه دي واحده قريبتي انا دي ليه؟ والنبي انا سمعت ان انت حد هيشتري منك عالم الفن ما دايما ما بتبيعهاش. فقلت لها ليه؟ ايه ده طفله؟ والله حاجه بتاع كده مراهقه 12 سنه بتاع الكلام ده من 6 سنين 7 سنين. فبصيت لها كده قلت لها ليه؟
قامت قالت لي سامعه ان انت هتبيعها وما تبيعهاش. قلت لها طب ودي تمثل لك ايه؟ قالت لي كل ما بنشوف العلامه بتاعتك بنقول هنسمع حاجه حلوه. الله، حط دي بقى كلمتين دول في ميزان ووزنهم. مالهمش، ما لهمش، ما لهمش، ما لهمش. وبعدين انا الحمد لله ربنا سترني وعندي الله. طب هعمل ايه بال يعني حتى لو هجيب مثلا صوره زي كده يعني احمد وسيد يعني صوره زي كده عصرتها ازاي تباعها؟ يعني ازاي تباعها؟ يعني انا ما اعرفش. يعني انا في احد اللحظات وبيعت مكتبه السينما قدام عيني، انا الوحيد اللي نزلت عملت محضر في البوليس. ازاي تبيع ده؟ مكتبة السينما بتاعت مين؟ المصرية، مكتبة السينما بتاع التلفزيون المصري؟ مكتبة السينما قصة برضو تانية. لا احنا كان في مكتبة فنون وكنا انا فاكر القصة دي مع الفنان سعاد يونس وسعاد وكده واتباعت مكتبة السينما وانا كنت احد الشركاء بس ماليش صوت. يعني حجم الاصوات اللي بتصوت اغلبية فبيعت. بس ده كان موضوع تاني يا استاذ محسن، لانه كان في كمان افلام كتيره منها قوي كانت منهاره. كان يعني كانت محتاجه ترميم، بالذات الافلام بتاعت الاشخاص اللي هي كانت تحت السرير، اللي راحوا اشتروها من بيوت. يعني لا دول كانوا 1800 فيلم يا مراد، من اروع ما انتجت السينما المصريه. حضرتك كلمت مين عشان تشتري صوت الفن؟ كلمت المهندس محمد عبد الوهاب، او بالاحرى يعني مهندس محمد عبد الوهاب هو اللي عرض عليا او جالي علشان يقول لي انه عنده استعداد يبيع وفي ناس عايزه تشتري. لا انا كده اتلخبطت. مهندس محمد عبد الوهاب اللي هو ابن الفنان عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، وكان بيستشرني بيقول لي تساوي كام؟ يعني دي هي جت كده بالمصادفه يعني. فقلت له ليه انت هتبيع؟ قال لي في شركه، لان انا الحقيقه في ظروف وبتاع وكده، والشركه بعد وفاه الوالد الشركه بتنهار وبتاع فهتصرف فيها. فقلت له طب انا اولى. فقال لي بس ما قلتلوش انا اولى، قلت له تساوي كذا الاول. فقال لي تجيب كده؟ قلت له تجيب كده. ممكن اسال على الرقم ولا رقم كبير يعني رقم. اوكي يعني بالملايين. احنا بنتكلم برضو في الالفينات. حضرتك اشتريت الشركة في الالفينات، في 2004 3 و4. اوكي. فقال لي طب تلاقي لي حد، وكانت احدى الشركات الخليجية عرضة. فهو جاي معروض عليه من الشركة الخليجية، بس هو عايز يعرف هل العرض اللي جاي ده كويس ولا يطلب اكتر. فبيسأل العبد لله باعتبار انا اللي في ايدي في المهن. فقلت له لا دي تسوى كذا اكتر من اللي بيقول. قال لي طب تلاقي لي حد يشتري بالسعر ده؟ قلت له انا. قال لي قلت له انا. وتم. كلمت الاستاذ مجدي العمروسي، كل الجميع يعرفوا من هو مجدي العمروسي طبعاً. كان رئيس صوت الفن. كلمته قلت له عندك مانع اشتري حصه موسيقار محمد عبد الوهاب؟ قال لي لا طبعا ما عنديش مانع. حضرتك كنت دلوقتي بتتكلم على حصه الموسيقار عبد الوهاب بس؟ ما انا اشتريتهم حصص. اوكي. وبعديها هم كانوا 3 حصص صح؟ ورثه عبد الحليم واستاذ مجدي نفسه وعبد الوهاب. عبد الوهاب صح؟ فاشتريت الاول حصه الاستاذ عبد الوهاب، وثم تبعها حصه عليا شباب، ثم الاستاذ مجدي العمروسي. اوكي. وتبقى جزء صغير لمحمد شباب اللي هو حصل مازال موجود، واللي هو حصل المشاكل ما بينه بالظبط. لا مش ما بيني، هو كان المشاكل بينه وبين مجدي العمروسي. انا اشتريت الشركه وهي فيها هذه المشاكل. اوكي. وحاولت احلها، انما يعني الموضوع ومازال محمد شبانه يمتلك جزء من انا بمتلك 80%، هو بيمتلك 20% من الشركه كلها. من الشركه كلها. اوكي. يعني هو ال 20% دول عايشوه ملك بقيت عمره. انا قابلت الاستاذ محمد شباب. ده الموقف الحقيقة. كان في فتره هو بيحاول يغني. ده صحيح. كان انا حضرتها لما كنت في قناه المنوعات. وبيتهيألي انا استضفته كمان، مش بيتهيألي، انا عارف ان انا استضفته. وكان في معرفه يعني اتعرفت عليه شخصيا يعني. في الفتره دي الحقيقه كمان جالي هوايه الى ان اقتني معظم الشركات اللي كانت
اللي معرفتش تتعاون مع الانترنت، اللي الانترنت زي ما حكيت لك عكست كده، زي ما حكيت لك عكست انه خرج في وقت شركات كتير الانترنت تخرج شركات كتير. فاشتريت بقى شركة صوت لبنان في لبنان، دي كل تاريخ فريد الأطرش. اشتريت شركة فرسان من السعودية فيها محمد عبده، فيها عبد المجيد عبد الله، وكان مجموعة الأصالة وهكذا. اشتريت 14 شركة، فأصبحت الشركة عندي تمتلك غير كتالوجها اللي أنا حكيت لك عنه ميادة ووردة، تمتلك 14 شركة تانية تمثل في مجموع الانتاج العربي بصفة عامة أكثر من 80% من الانتاج من الانتاج الموسيقى على عبر التاريخ. في الوقت اللي كان فيه شركه عايزه تشتريك وانت رفضت، وهددوك ان هم يمضوا مع كل الفنانين ويخلوك تقفل. بالظبط. فانت في الوقت ده رحت اشتريت 80% بالظبط من التراث العربي في الـ في الـ في الغناء. صحيح. شخصيه قويه. مع ما حضرتك برج ايه؟ قوس. قوس. مع برج ناري. هو في ثلاث ابراج اصلا ما تعندهمش، اللي هم الثلاث ابراج الناريين، الاسد والحمل والقوس. يعني حاول تاخدهم باي طريقه غير انك تعندهم، لان هم مستعدين يعني يسفوا التراب. لا والله ولا يخليكش تعندهم. القوس طيب بس لا انا عندي والدتي ربنا يديها الصحه قوس، واخويا قوس الحمد لله، يعني ده عشت مع قوس كتير يعني عارفهم. طيب اشترينا هذا التراث، وبقى عندنا بندخل دلوقتي قدام كفاحنا السنين دي كلها، بقينا ندخل فلوس من كل حاجه ومن اي حاجه. وجي الانترنت. جي الانترنت اللي ما بقاش حد يعني، يمكن بس فيما عدا اللي بيتعرض على يوتيوب هو اللي تقدر تعمله ملكيه فكريه او تقفش فيه الملكيه الفكريه الى حد ما. غير كده اي حد عايز يحط اي حاجه بينزلها، بتتعامل ازاي انت؟ كل مجهودك ده كله دلوقتي ببلاش. انا من خلالك او من خلال برنامجك الجميل عايز ادق جرس انذار الحقيقه للدخل القومي. باحصائيه اصدرتها منظمه الاي اف بي اي، الاي اف بي اي انترناشونال فيدراليشن فونوجرامك اندستري، الاتحاد الدولي للمصنفات الفنيه، الا ان مصر بتخسر من داونلود الخاص بالانترنت ما يتجاوز 2 مليار دولار سنويا. مصر لا طب اشرحها لي. زي ما قلت لك كده، مصر مش المنتجين المصريين، الصناعه دي بتخسر 2 مليار دولار سنويا. في كان 2 مليار مفروض يدخل في هذه الصناعه، الريتيرن بتاع الصناعه دي مفروض اكتر من 2 مليار دولار يدخلوا سواء في جيب المنتجين سواء في الفنانين سواء في الصناعه. ال 2 مليار دول مقرصنين على الانترنت. اما تيجي تترجمها تلاقي ان احنا كمنتجين مفروض بندفع 20%. لو الفلوس دي دخلت جبنا 20% ضرائب. ضرائب. يبقى لو الفلوس دي داخله في الصناعه يبقى مفروض اهل الصناعه يدفعوا 20% من ال 2 مليار، يعني 400 مليون دولار. 400 مليون دولار دول مهدرين من الدخل القومي للدولة في صورة الضرائب. طيب مضطرين ننتقل إلى فاصل ونرجع نقول كيف تتم القرصنة، وكيف للدولة المصرية أن تمنع هذه القرصنة. هل ينفع فعلا ولا الموضوع فعلا بقى مفتوح وسدح مداح؟ ننتقل إلى فاصل ونرجع على طول. تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجع لكم تاني وهنسأل دور الدولة ازاي تقدر تحافظ على الاتنين مليار دول، تجيبهم ازاي تقدر تجيبهم، ايه القوانين اللي ايه اللي ناقص. شوف لما اتعمل قانون حماية الملكية الفكرية وحتى تعديلاته لم تتطرق الى الانترنت، تزوير شريط الكاسيت، الاعتداء على حق المؤلف حق الملحن، انما لم تتطرق على ضوابط الانترنت، لم تتطرق الى انه الناس اللي بترفع الفيديو على او الاغنيه على بتعمل لها ابلود على الانترنت او اللي بيعمل لها داونلود من الانترنت لم تتطرق لها. فدي كلها بالبلدي كده سداح مداح فري. الكنترول اللي انت بتقول عليه في اليوتيوب مش جاي من الدوله عندنا، ده جاي من سيستم اليوتيوب، لانه بيحظر على
اي واحد انه يعتدي على الاونر اللي حطه الاول مرة. ولو طريقة طبعا احنا بعيد ان احنا نشرحها دلوقتي. المهم لما لقيت الانهيار ده وكان طبعا الاستاذ عبد الوهاب توفى، فقلت لازم اعتمد على نفسي واخبط الابواب زي ما خبطنا وانشأنا شرطة المصنفات. وباعتباري انا عضو في الاتحاد الدولي للمصنفات وخطبتهم قالوا لي احنا هنساعدك مع الدولة، قول لنا انت عايز تقابل مين واحنا هنبعت لهم جوابات. خد بالك المنظمة دي منظمة لها تقل. وفي سنة من السنين طلبت خصم من المعونة الامريكية اللي جاي لمصر مبلغ وقدره اعتقد كان 200 مليون دولار مقابل القرصنة اللي بتتم للريبورتوار الانترناشنال على ارض مصر ما لم مصر تحمي الانترناشنال. فحموا الانترناشنال فضل بقى المصر بالظبط كده. طب حضرتك مع الاداره الجديده حاولت تتواصل مع الرئيس؟ انا جاي لك فيها باختصار. أوكي. شديد. اوكي. على مدار حوالي 4 سنين قابلت قبل الثوره، كلنا قبل الثوره قابلت الاستاذ احمد نظيف رئيس الوزراء، قابلت حبيب العتلي. وليه الاسماء دي؟ دي كلها مرتبطه بالضوابط، وزاره الداخليه، وزارة الثقافة في حسني، طارق كامل اتصالات، كل 7 وزارات. كنت خلاص بتجهز ان القانون ينزل؟ لا، ان نعمل تعديلات ضوابط. لان عايز اقول لك حاجة، انا برا محمي. يعني اي واحد بيرفع اغنيتي في لندن في فرنسا بمجرد ما اعمل ريبورت لمكتب الاي اف بي اي في لندن اقل من ساعة هتلاقيه مقفول، مكتوب عليه اغلق بواسطة الاي اف بي اي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركة كذا على طول. فخدت السامبل دي ورحت للوزراء، يا جماعة احنا سهل ان احنا نحمي مصنفاتنا، ما ازاي ما بيدعوا لانها محتاجة وسائل ومحتاجة فلوس؟ مش بالعكس، دي ابسط ما يمكن، ومستعدين احنا لو متكلفة لو فيها تكليف المنتجين يدفعوا. فوصلنا في كونكلوجن في الاخر بعد ما وصلت لوزارة الاتصالات، ممثلة في الشريف هاشم ده كان مستشار وزير الاتصالات، قال احنا ما عندناش مانع ان احنا نقفل، بس ما ناخدش الامر من اشخاص، لازم ناخد من جهة سيادية هي اللي تحقق وتقول في جريمة، اقفل اللينك الفلاني هنقفل. وعنده حق. عنده حق. طب من هي الجهة السيادية اللي تدي؟ يا اما وزارة الداخلية بموجب تحقيق في شرطة المصنفات او شرطة المعلومات، او وزارة الثقافة، لان وزارة الثقافة هي الجهة المهيمنة على المصنفات الفنية اللي بتدينا تصريح التداول، يعني هي اللي بتراجع تنازلات المؤلف والملحن وملكية المنتج وبتديله تصريح انه يتداول شريطه في السوق. مش بس كده، هي كمان اللي بتحصل لو انا مش غلطان ليه هي بتاع يعني مثلا دي جيز. لا دي جمعيه، دي تصريح، يعني دي سكه تانية غير مش تبع وزاره الثقافه، اللي هي التصريح بتاعت الدي جيهات وبتاع اللي بيلعبوا المزيكا باللي انتوا بتنتجوهم. هي بتدي تصريح بس دي التصريح بتاخد عليها فلوس، بتاخد عليها فلوس. دي ما بتروحش للمنتجين وال دي ما، بس ده مش يعني مشوار تاني. اوكي. فبالتبعيه رحت قابلت السيد الوزير في ذلك الوقت فاروق حسني، وريته سامبل، عملت له غلق حي واحنا قاعدين لانه موقع كذا وقفلته له، وجاي ريبورت من الاي اف بي اي، انبسط جدا. طب ده شيء كويس، واذا تنفذ في الموسيقى نكمله في المسلسلات والافلام والحاجات دي. وبالتالي في خلال 24 ساعه الحقيقه، يعني انا بوجه له الشكر من مكانك هنا، في 24 ساعه اصدر قرار وزاري بالضوابط اللي احنا عايزينها. الكلام ده كان في 2010، وكان في ذلك الوقت رئيس مجلس الاعلى للثقافه الاستاذ عماد ابو غازي، وكلم الاستاذ عماد ابو غازي قال له احنا طلعت قرار وزاري، اقعد بقى مع المنتجين شوفوا الاليه بتاع التنفيذ. رحت قعدت فعلا وعملنا اول ورك شوب، اول ميتنج يوم 17 يناير 25 يناير قامت الثوره. تاجل كل حاجه، كل الدنيا دي تاجل. جه الاستاذ عماد ابو غازي وزيرا للثقافه، قلت جارك الفرج لانه راجل حضر المشوار الكلام كله من اول. انا ما دردشنا ووعد بتنفيذه، تشال ثم محمد الصاوي، ثم تشال ثم حتى اخر واحد محمد الصاوي ملحقش اسبوع الناس اعترضت عليه اخرهم
كان الدكتور جابر عصفور، ورحت وريته القرار الوزاري، فوجئت بحماسه الشديد وانبسط جدا وقال ده شيء يسعدني ان انا في عهدي يتنفس حاجه زي كده. وبعد جابر المستشار القانوني، ويا مراد على ما وصلت البيت لقيت المدام بتقول لي ده الدكتور جابر عصفور اتشال. فيأست والحقيقه اتشالوا 7 وزراء لحد دلوقتي، ولازم عن طريق وزاره الثقافه. ما هو وزاره الثقافه اللي هتنفذ ده قرار وزاري وخلاص، ضوابط معموله، القرار موجود بس تنفذه. وما حاولتش مع استاذ، مش ناقص الا الاستاذ حلمي النمنه خايف اروح له يتشال. انا احكي لك حاجه كده كنت بحكيها للدكتور اشرف العربي. انا قلت وزاره التخطيط هي اللي بتخطط لكل الوزارات التانية، فراح اشكي له همي يعني. أي أي أي. واقول له انه ما فيش وزير ثقافه بيقعد عشان يسمع شكوانا يعني. فحكيت له بعدين في الاخر بقول له وده الفايل بقى ايه، خد بالك الفايل اللي انا عامله ده فيه كل اللي بيحصل في دول العالم وازاي دول العالم حاطه الضوابط وازاي كل بقول له اسيب لحضرتك الفايل ده بقى بلاش احسن شيل. خدوا خدوا لا 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 ده بقى متشقمين من الملف. فانا الحقيقه الموضوع ده سكتني بقى، قلت خلي الاستاذ حلمي النمنم يعني قعد شويه ولنا ربنا بقى. لا بس انا يعني بطلب من حضرتك، لان انت يعني ده حضرتك هتفيد حتى ناس ممكن يكون في يوم من الايام كان ما بينكم عداوه يعني. لان انا يعني انا بقول لك بامانه انت هتفيد ناس في مجال الانتاج السينمائي والدرامي و بالتأكيد. بالتأكيد مجرد بس ان انت هتبتدي الشراره يعني. بالتأكيد. لو عارف بتفكرني باللي يسجل بيته، عارف حضرتك الكومباوندز الجديده كلها مش متسجله. فلو واحد راح يسجل بيته في الكومباوندز الجديده بيدفع له مثلا لو شقه يدفع له بتاع 50,000 جنيه يعني، لك انت تتخيل. بس هي النقطه ان اللي وراك بيسجل ب 3000 جنيه و 4000 جنيه. انت بتفتح، انت بتاخد اللوكال اللي في بتفتح. فهو حضرتك نفس الحاجه، انت تفتح الباب والناس كلها بعد كده تدخل وراك. انا الحقيقه صعبان عليا لانه النقطه اللي بنتكلم فيها دي هي اللي مسببه كل الانهيارات اللي في الصناعه. يعني مفيش منتج يقدر ينتج وهو مش قادر يسترد اللي صرفه. طبعا. مفيش منتج، انا موقف كان في بيت الموسيقار محمد ضياء ودخلت عليه فلقيت بنت بيسمع صوت من اروع ما يمكن. الناس كلها مبسوطه الا انا. ليه؟ لان عارف انها بعد ما تخلص هتقول لي ايه رايك يا محسن. لو قلت لها اه حلو رائعه، فعيب ان انا امشي من غير ما اكون ماضي معاها. بالذات انا هيك كانت سمعتك انك طالما رحت للفنان مش هتنزل من عنده وانت ماضي. ده عيب، ده في عرفي انا عيب يعني. رحت الورده يعني خلاص، رحت الفايزه الله يرحمها يبقى خلاص، رحت الراغب علامه خلاص يعني. المشوار ده ما بروحوش مرتين. فلما تلاقي البنت بالحجم ده بالصوت ده وبالرائعه دي وانا محسن جابر المعروف عني الكلام ده، وبعدين مش عارف انتجها، هنتجها واخسر ليه يعني انا اقدم لك حاجه رائعه، انا قدمت لك نور العين من اروع الاغاني بس كسبت، قدمت لك تملي معاك وقدمت لك امل ماهر وقدمت لك بتونس بيك وبسطتك وكسبت وبسطت نفسي. بس لما توصل لان انا حبسطك واعمل لك حوالي وبعدين اجي على اكل عيشي واكل بتاع هنا منطقه حرام. عشان كده تلاقي المنتجين اللي زيي تقوقعوا شويه، فسطح يعني طفى على السطح الانتاج اللي دون المستوى او الانتاج فهلوة. الانتاج التشيب او الانتاج اللي مش مصروف عليه او الرقاصه اللي بتصرف على نفسها او المطرب اللي بيسكر بالليل ويسهر بالليل في البتاع ويطلع له قرشين ويصرف على اغنيه له. انما انتاج بمعنى برودكشن، بمعنى الحكايات اللي انا حكيتها لك، سفر لاتينا، فنانين عمالقه، خد بالك من جنب الصرف والعمالقه دي في ستاف تاني كبير بيشتغل. فين الصحفيين؟ فين الاعلاميين اللي غطوا الحدث ده؟ انا لما كنت ببقى مع ورده في الاستوديو كنت بوفر يوم في الاسبوع للاعلام والصحافه تيجي تاخد الخبر من جوه الاستوديو،
مش انا اللي كتبه، ما بقاش موجود الكلام ده خالص. هو حضرتك انا كنت ماسك عمرو دياب لما عمل دويتو مع شاب خالد. انا اللي عملت ده، انت اللي عملت، انا اللي صنعت قلبي انا حضرت ده بقى، انا حضرت. وعايز اقول لك كنت معاهم على يخت كريستينا قبل ما يروح يسجلوا، كنت معاهم على الملك اللي كان في النيل. ايوه عايز اقول لك مثلا كفكر، انا لما عملت شاب خالد وعمرو دياب نزل على كل المجلات اغلفه، فاحد المجلات بعتت لي فاتوره ب 6000 مش عارف ايه، فكلمت رئيس التحرير او صاحب المجله، قلت له انا صانع حدث، يعني انا مش معترف ان انا ادفع ده، يعني مش بخل، انما انا راجل بصنع لك حدث عشان تتناوله، لو الحدث ده هيكلفني بنقصك كمجله، انت تشوف العدد بتاعك ده توزيعه زاد قد ايه وتقدرني، انا مش طالب منك فلوس، بس انا اديتك صور حصريه حطيتها على الغلاف والمجله كسرت الدنيا. فابتديت ارسم مبدا للصناعه، الى ان الاحداث ما بيدفعش فيها فلوس، ما يدفعش عيب. انا بدي لك ماتيريال تتكلم. طبعا بس ده مش حاجه الوحيده طبعا، مع الاحترام للمحطه، انا الانسان اللي ارسى مبدا ان الاغنيه مش لقيطه. احنا كنا زمان بنهادي الاغاني دي للمحطات والاذاعات لاجل ان احنا ننتشر. طب النهارده والصناعه في هذا الكساد، لا، من حق الاغنيه الجيده انها تاخد مقابلها، سواء تاخد مقابلها سبوتات تقيمها، اعلانات، او سواء تاخد مقابلها فلوس. فانا فاكر لانه في بدايه محطة نجوم افام، وكان احدى القيادات الكبيرة وسألني الاستاذ عماد اديب، وبعدين قال لي طلباتك ايه، وانا اذكر لانه حط لي شيك كده، وكان معايا طارق نور، وكنا في اجتماع كبير، بصيت لي الشيك كده حسيت انه متواضع، فقلت له يا استاذ عماد المكتبة بتاعتي كلها معاك، مبروك عليكم الافتتاح، معاك 3 اشهر فور فري، بعدين لما تقدر او تحس بحجم هذه المكتبة واهميتها لك، اعتقد ان الشيك ده رقمه هيتغير. بعد 3 شهور الا اسبوع كان عندي الاستاذ عمرو اديب وقال لي طلباتك ايه، عكس ما هو كان مقدم لي طلباتك ايه، قلت له كذا، قال لي ما ينفعش كذا، قلت له ينفع. وكان من اللحظة دي هناك مبدأ لأن الأغنية مش لقيتة وبتدفع عليها فلوس. للأسف إحنا وقتنا خلص، هسرق شوية وقت وماجد هيزعل مني عشان نقول جملة واحدة بس. طب الشباب اللي شايفين إن هم عندهم موهبة وعايزين يطلعوا يغنوا يعملوا إيه؟ لما دلوقتي المنتج ما يخاف ينتج. هي مشكلة. يطلع مشكلة. يعمل إيه؟ مشكلة. هل بقى البرامج؟ أنا مش عايز أقول لأنه مفيش أمل الحقيقة. إنما أنا عايز أقول لو شفت الواتساب بتاعي هتلاقي كمية أصوات تعمل مكتبة، كمية أصوات مغنية وبعتالي بالواتساب تعمل مكتبة، وفي منهم للأسف الشديد أصوات جبارة من حقها إنها يحصل لها تبني، وإن احنا لو في مرحلة صحية فعلا وفي ضوابط وفي الأصوات دي حرام إنها يعني طب ايه، نقول لهم استنوا شويه تضل طريقها، نقول لهم استنوا شويه لحد ما استاذ مصري يروح. انا عندي امل الحقيقه، يمكن الدوله شويه ملخومه في المشروعات الكبيره، انما انا عندي امل في ان الرئيس هيكون احد مشروعاته مشروع فني يخلي هذا المجال وهذه الصناعه. حضرتك بتتكلم في مشروع بيدخل 2 مليار دولار في السنه. بالتاكيد بيتهيألي ان حضرتك لو تواصلت مع الرئاسه هيهتم. يعني انا لما سمعت انهم في العاصمه الاداريه عملوا مركز للثقافه والفن وبتاع، تفائلت خير، لانه عشان حضرتك بتفهم يا فندم، ان احنا محتاجين في ناس اتريقت، ان احنا محتاجين يعني في ناس اتريقت يا فندم. بالعكس، لا بقولها عشان حضرتك بتفهم. ده مؤشر جميل، وهي قرار في دقيقه يحيي هذه الصناعه ان شاء الله. استاذ محسن جابر، انا بشكر حضرتك على الوقت القيم اللي حضرتك اديتهولنا. انا سعيد جدا وسعيد بان نجوم افهم وصلت صوتي للملايين جماهيرها، ويعني
يعني انا شاكر على استضافتك مراد. ده شرف لي يا استاذ. وانت من الناس الاوائل في المنوعات وفي الموسيقى. انا شاكر افضلك. مشاهدي ومستمعين جمعة فام ونجمة فام تي في، هنستناكم على خير ان شاء الله السبت الجاي في نفس الميعاد الساعه 8 ونجم اخر من نجوم مصر والوطن العربي ان امكن، ولكن بيتهيألي هنقعد فتره قبل ما الاقي حلقه بهذه الدسامه. ويعني نشكر الظروف ان احنا قدرنا نقابل الاستاذ محسن جابر، ونشوفكم على خير ان شاء الله. كنتم مع تعال اشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.